مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم رباح مع شوف تيفي مباشرة من استوديوهات قناتكم شوف تيفي. برنامج رباح مع شوف تيفي وبرنامج العائلة الأهل والأحباب والأصدقاء، برنامج منكم وليكم، برنامج ديال المسابقات، برنامج خاص بالمسابقات والمتعة والترفيه كذلك. برنامج رباح مع شوف تيفي فيه وجد لكم مجموعة ديال الأسئلة ليكم انتم مشاهدينا في الثقافة عامة، في الدين، في الرياضة، في الأمثال، في الألغاز، ولا تقلدني قلدني كنعطيك شي جملة ولا شي كلمة وانت تعاودها بزربات ثلاثة ديال المرات. مرحبا وألف مرحبا، نتمنى أنكم تكونوا دوزتوا نهاركم بخير وعلى خير. اليوم الثلاث جوج فبراير 2019 وهذه 57 دقيقة قد مباشرة من استوديوهات قناتكم شوف تيفي. احنا في جوج قلنا جوج ابريل 2019 وهذه 57 دقيقة، وهذا الشهر هذا معروف بكذبة ابريل، البارح كانت كذبة ابريل اليوم جوج. انتوما مشاهدينا واش عمركم تعرضتوا للكذوب؟ واش عمرو كذب عليكم شي واحد؟ واخا تواصلوا معنا ونحاولوا نناقشوا شي شويه هذا الموضوع وندوزوا للمسابقه اللي هو برنامج ديال المسابقات، خاص بالمسابقات، برنامج رباح مع شوف تيفي مباشره من قناتكم شوف تيفي. تحيه والف تحيه لكم نتوما اللي معنا في اللايف وكتعطيونا دي كومونتير. نشوفوا اول كومونتير في حلقة هذا اليوم من عند سي إبراهيم. مرحبا تحية سي إبراهيم. شكون أخر؟ خويا عبدو قال لنا السلام. وعليكم السلام ورحمة الله، تحية كبيرة لك سي عبدو. شكون أخر؟ يوسف الصغير شكرا لك، تحية كبيرة لسي محمد. شكون أخر عاوتاني؟ ناصر نيس قال لنا أشهد شي الخوت. هذا خويا ناصر، برنامج المسابقات، برنامج رباح مع شوف تيفي وبرنامج المسابقات، برنامج المتعة والترفيه، برنامج العائلة الأهل والأحباب والأصدقاء. تواصلوا معنا مرحبا وألف مرحبا. رقم الهاتف ديالنا كيدار أسفل الشاشة 061-93-78-35. مرحبا وألف مرحبا بتواصلكم، مرحبا وألف مرحبا بملاحظاتكم، اقتراحاتكم، اي حاجه قلتوها لنا مرحبا والف مرحبا بها. وشكرا لكم على التفاعل ديالكم مع برنامج رباح مع شوف تيفي. نمشيو ناخذ اول مكالمه في حلقه اليوم. الو السلام عليكم. وي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الاسم الكريم والمدينه؟ وي سميتي سميره. مرحبا لاله سميره، لاباس عليك؟ كلشي مزيان؟ لاباس الله يبارك فيك. الحمد لله سيدي، كي دايرين نتوما؟ لاباس عليكم. الله يبارك فيك. كي دايرين مزيان؟ انا بزاف حيت شد ليا الخط، حيت داك المره عييت وشديت الخط، كنت كنصنت في اللايف. بارك الله فيك. كنت معاكم ودابا راني شاده اللايف وكنهضر معاكم وشد ليا الخط. الحمد لله مخدوده، هاد النهار فرحانه بزاف. الله يحفظك والشرف لينا انك دوزي معنا لاله سميره. شكرا لك. بارك الله. شرف ليا شرف ليا، وانا ديما متبعاكم، متبعه ديما شوف التي في كاع لي فيديو عندي. انا جوسي ابوني واي فيديو كيطلع كنصنت ليه اي حاجه كنشوفها. ديما ديما اصلا ديما ديال الاكتواليتي نتوما نمبر 1 في ليف ليف. بارك الله فيك. حنا نمبر 1 الحمد لله بكم نتوما لاله سميره، بالناس ديال الحمد لله اللي متبعينا الحمد لله بها، وصلنا للمرتبه الاولى عربيا والحمد لله. هذا بفضل المتتبعين اللي معنا في اللايف وسبب بفضل عظيم المجهودات ديالكم. نتوما راه كتقلبوا على المعلومه وماشي ما كتسناوش المعلومه تجي عندكم، انتوما كتقلبوا عليها. صحيح، حنا كنقلبوا المعلومه وكنحاولوا نكونوا موضوعيين اكثر. علاش هادشي كله لاله سميره؟ ليكم نتوما مشاهدينا وليكم نتوما متتبعينا، هذا هو الهدف. بارك الله فيك. الله يحفظك لاله اختك. دوزتي نهارك مزيان الحمد لله بخير؟ مزيان الحمد لله. فينا حي في قنيطره لاله سميره؟ انا ساكنه في سونتخفيل في المدينه. اي تحياتنا ليك وتحيه لكل مشاهدينا بسونتخفيل ديال قنيطره. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يحفظك لاله اختك. مستعده للمسابقه؟ مستعده ان شاء الله. مرحبا. نعطيوك اختيارات لاله سميره، وشرف لينا انك دوزي معنا انت. الله يسرك قبرك. الله يحفظك لاله اختك. كاع العاملين على البرنامج. بارك الله فيك. قايمين جمد الخفاء. بارك الله فيك. شكرا لك لاله سميره. عطيوك اختيارات ديال المسابقه، كاينه الثقافه عامه، الدين، الرياضه، الامثال، الغاز، ولا تقلديني قلديني كنعطيك شي جمله ولا شي كلمه وانت تعاوديها بالزربه ثلاثه ديال المرات يا لاله سميره. واخا سيدي الوغ. ثقافه الدين، ثقافه الدين، الرياضه. نعم، هاد لي كاتيجوري اللي عطيتيني كامل خصني نجاوب عليهم ياك؟ اي كلهم، وعندك الحق تخطئي في السؤال الاول فاش ما اختاريتيه، وعندك الحق في كل مرحله عندك الحق في ثلاثه ديال الاسئله وندوزو لمرحله اخرى ان شاء الله. واخا بركه الله نبداو. نقلدك واش الا ما جاوبت على شي سؤال كنتقطع ولا غادي تبقى ندوز غير السؤال الاول؟ غير السؤال الاول مثلا انت اختاريتي تقلديني، الا عندك الحق تخطئي فيه ونمشيو لمرحله اخرى، ولا نعطيك تبقاي في نفس المرحله اللي بغيتي. صافي واخا.
نمشيو الثقافة العامة. نمشيو الثقافة العامة، مرحبا. أييه، نحاولوا نعطيوك شي سؤال في الثقافة العامة. إن شاء الله. إن شاء الله. يلا، السؤال الأول دائما كيكون سهل للا سميرة، ونتمنى أنك نتمنى لك التوفيق، وأنا نساعدك، أنا نساعدك إن شاء الله في الأجوبة. شكرا، بارك الله فيك. يلا أعطيني خمسة ديال الأسماء للا سميرة، ديال يكونوا بنات فيهم حرف السين بحال سميرة. أسماء ديالاش؟ أسماء بنات. ديال أيه؟ كاين سوسن، سمر، زيد، ثلاثة، سعدية، سميرة، أيه قلنا، وسحر. برافو، ها هما خمسة، عشرة ديال النقاط. هذا سؤال سهل ياك لالا سميرة. سهل، شكرا. واخا إلا عطيتني اسم ديال برنامج كيدوز في قناة شوف تي في، نقيد لك عشرة النقاط. برنامج كيدوز كحالو بيض. برافو ليك، 20 نقطة. كحالو بيض، برنامج رائع ديال الأخت ماريا جعدود، كيدوز كل السبت. أيه كيدوز كل السبت مباشرة على قناة شوف تي في. جوابك صحيح، ها هي 20 نقطة. نبقاو في الثقافة العامة. الوجه الآخر ديال الفنانين وديال الناس. الوجه الآخر، كي قلت لك كيبين الوجه الآخر ديال الفنانين. صح صح، يعني برنامج هادف، برنامج جميل ديال الأخت ماريا جعدود. بارك الله فيك، تحية كبيرة لك. شكرا لك. يلا نبقاو في الثقافة ولا تبدليها للا سميرة؟ واش كاين ثلاثة ديال الأسئلة في الثقافة ولا عندك الحق في ثلاثة ديال الأسئلة في كل مرحلة، يعني دابا جاوبتي على جوج، باقي لك الحق في سؤال آخر ولا تمرين اللي بغيتي. نقدروا نبدلوا واخا. مرحبا. هي عندك الدين، الرياضة، الأمثال الشعبية، الألغاز، ولا الأمثال الشعبية. أمثال شعبية. نمشيو للأمثال الشعبية. معك شي حد باش يتعاون معاك ولا بوحدك لالا سميرة؟ لا بوحدي، لا بوحدي، كاين معايا ولكن الدراري صغار، وليدات صغار ما يعرفوش. تحياتنا للكتاكيت الصغار اللي معاك. بارك الله فيك أسيدي. الله يبارك فيك. يلا المثل الشعبي كيقول لالا سميرة، هذا زوين وسهل ونتمنى أن تجاوبي عليه. المثل الشعبي كيقول اللي يجيب ليك الخبار يدي منك شي حاجة. اللي يجيب لك خبار يدي منك جوج، يدي منك جوج كنظن. لا فيها القافية على وزن الخبار. اللي يجيب لك خبار يدي منك العار. لا كيدي منك شي حاجة، يعني كيدي منك، ياخذ منك شي حاجة. المهم يجيب لك، اللي يجيب لك خبار يدي منك. فيها القافية على وزن الخبار. اللي يجيب الخبار وي كيدي منك شي حاجه انت اللي ما باغيهاش، يعني شي حاجه انت ما كتبغيش. اسرار. اسرار. برافو، اللي يجيب لك الخبار يدي منك اسرار. اللي يجيب لك الخبار يدي منك الاسرار. 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 ها هي 30 نقطه، نتمنى لك التوفيق. تبقاي في امثال ولا تبدلي؟ واخا نبقاو في امثال. واخا. يلا كيقول لك المثل الشعبي، المثل الشعبي كيقول يا لالا سميره الحرفه الى ما غنات تستر. نعم سيدي. المثل الشعبي كيقول الحرفه الى ما غنات تستر. تستر وي. ايوا انت تعطينا الكماله. الحرفه الى ما غنات تستر. الحرفه الى ما غنات تستر. اها. وقيله. فيها القافيه. الحرفه الى ما غنات تستر، وفيها القافيه على وزن تستر. وي راني عارفه غير مشات لي من بالي. يلا خدي مهله، خدي مهله، انا نحيي كاع اللي معنا في اللايف. تحيه كبيره لكم، قال لك يدي منك الاسرار. شكرا لكم بزاف نتوما اللي معنا في اللايف، عطاونا مجموعه ديال المشاهدين، عطاونا اجوبه صحيحه. الا ما غنات السر. وقيلة من بالي عاد بلا ما نتفاهم. هي غتكون عندك، انا عندي مع الامثال الشعبيه بزاف، غيكون عندك هذا المثل الشعبي غير في هذه اللحظه مشى لك. وي وي. الحرفه الى ما غنات تستر. وقيله والو. ما كاينش شي مساعده. انا ساعت قلت لك وقيله، راه كاينه وقيله، بقات لك غير واحد الكلمه. الحرفه الى ما غنات تستر وقيله تطول في العمر. وقيله هو هذاك، الحرفه الى ما غنات تستر وقيله تزيد في العمر، تزيد تطول في العمر. هي هذيك بحال بحال. يلا هي 40 نقطه، نتمنى لك التوفيق. تبقاي في الامثال ولا تبدلي؟ راني عارفه الامثال الشعبيه، انا عزيزه عليا وعزيزه عليا بزاف الامثال الشعبيه. دابا هادو اللي عطيتك شويه غابرين ياك ولا شوي هادو اللي عطيتك دابا هاد الجوج؟ لا صراحه في المتناول، غير كيجي شويه ديال الستريس. صح. اول مره تبدلي الخط. صح. وفرحانه اني نهضر. الله يحفظك، الله يخطيك، والشرف لينا انك دوزي معنا. والله الله يكبر بيك. الله يعطيك الخير. كيكون شويه ديال الستريس، ما كنتش متوقع انني تكبر لي الخط. وواحد القضيه دائما انا كنركز عليها لالا سميره في البرنامج،
كنحاول نتواصل مع الناس ما كنحاول ما نخليهمش يشدوا من داك لوطخاك ولا نتواصلوا بحال العائله بحال لا لا راني سمعت راه تصنت السيمانه اللي فاتت اللايف ديالك مع الاختي اللي كان كيهضر والله الا كانك كتكلم معاه كنتواصل مع شي واحد تنعرفو ولا اصدقاء ولا احباب ولا الخشب كتهضر بلغه عاديه الحمد لله بطلاقه تندوي معاه بطلاقه بطلاقه وكتساعد صراحه زعما جزاك الله خير الله يبارك لك الله يخليك كتهضر وكتعطي الانسان داك الطمانينه ما كتش بعد البرامج كيستريسي وكوخا كيكون عندك جواب صح يلا لالا سميره نبقاو في الامثال باقي عندك الحق في مثال واحد ولا تبدلي لي بغيتي باقي لك الدين نبقاو في الامثال الله وعسى يا الله يا يلا هذا مثال زوين لالا سميره تيقول لك المثل الشعبي اللي بغى يدفع البلا اللي بغى يدفع البلا اها وفيها حتى هي القافيه على وزن البلا اللي بغى يدفع البلا يلا خذي مهله انا نشكر كاع اللي معنا في اللايف تحيه كبيره لكم شكرا لكم بزاف اللي بغيت تعلم قال لك واقيلا تزيد في العمر ابراهيم برافو ليك تزيد في العمر حفيظه شكرا واقيلا تزيد في العمر ناديه اللي بغى يدفع البلا طول في العمر خويا احمد هي اللي بغى يدفع البلا اشنو يدير يدير شي حاجه زوينه يدير شي حاجه زوينه باش يدفع عليه البلا يلا يمشي لا لا كيفاش يمشي الصاله زعما قربتي عليه الصاله عليه الصاله كاينه الصاله غير هو كيفاش المثل الشعبي اللي بغى يدفع البلا اشنو يدير كاينه الصاله عليه الصاله عليه الصاله ماشي عليه بالصلاه ولكن لا ماشي عليه بالصلاه هو كاينه الصاله كاينه الصلاه غير هو غيدير شي حاجه للصلاه اللي بغى يدفع البلا ماشي مشكل نعتبرها اجابه صحيحه وي عليه الصلاه صدقه كنقول هادشي اللي لا اللي بغى يدفع البلا يتودى للصلاه يتودى للصلاه يلا هي 50 نقطه لالا سميره دابا دابا سالينا امثال شعبيه شنو تختاري شنو اللي بقى لنا شنو المواد باقي لك اسئله دينيه اسئله رياضيه الغاز ولا تقلديني باقي لك اربعه المراحل دزنا ثقافه عامه وامثال شعبيه ندوزو للتيم نمشيو الاسئله الدينيه نتمنى لك التوفيق كذلك ومثال العفو العفو يلا لالا سميره غتعطيني خمسه ديال الاسماء من صور القران الكريم خمسه ديال الاسماء انا نعطيك حرف يكون فيهم حرف الكاف 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 بحال سوره الكهف واش اسماء ديال الصور القران او اسماء ديال اسم لا اسماء صور القران هذا سؤال ديني هذا سؤال ديني اسماء خمس اسماء من صور القران الكريم يكون فيهم حرف الكهف بحال سوره الكهف بحال سوره الكهف كاينين صور القصار بزاف فيهم حرف الكهف يلا لالا سميرة الوغ بسم الله الرحمن الرحيم سورة الكوثر الكوثر فوالا سورة الكهف راه قلناها سورة العنكبوت العنكبوت فوالا ثلاثة قولك جوج وي وي سورة العنكبوت الكهف الكوثر العنكبوت يلا سورة التكوير سورة التكوير فوالا بقات وحدة يلا نقول لك سورة الكافرون الكافرون ولا التكاثر ولا سورة الملك يلا هاي 60 نقطة الملك وي ورا زمان على حول ولا قوة الا حشومة غلطت أي حاجة إلى سورة القرآن الله يغفر لينا ماشي مشكل هذا غير يعني الإنسان كما قلتي كيجي له تراك وداك الشيء كيمشيو ليه كاع الأسئلة الله يلعن الشيطان وي يلا تبقي في الدين ولا تبدليها لالا سميرة؟ واخا نبدلو مرحبا باقي لك الرياضه والغاز وتقلديني الالغاز نمشيو للالغاز الالغاز كيكون فيهم الجواب سميره غير حاولي تركزي صافي واخا نعم يلا يلا السؤال اللغز كيقول لالا سميره وي سيدي اسم ديال دوله اوله الف لام واخره الف لام والوسط ديالو كاين ركن من اركان الاسلام اسم دولة أوله ألف لام آخره ألف لام والوسط ديالو ركن من أركان الإسلام
يلا خذي مهله، خذي مهله قصيره. انا نحيي كاع اللي معنا في اللايف، تحيه كبيره لكم. قالوا لنا الملك العاديات ما فيهاش الكاف، الكوثر فيها الكاف، جواب صحيح، برافو مريمه. الكوثر الكافر الكاف. لطيفه تحيه كبيره ليك. كريمه كريمي عفوا قال لي الملك، جواب صحيح، برافو. شكون اخر؟ وسيله قالت لنا مسكينه جاتها الخلعه. تحيه كبيره لكم انتما اللي معنا في اللايف وكتعطيونا دي كومونتير. شكرا لكم على التفاعل ديالكم مع البرنامج. تحيه بعدا منسكه، تحيه مني للناس كاع المتتبعين. الله يخليك، انا من النوم ديما كنكون متبعه. بارك الله فيك. واليوم انا من المشاركين ونتمنى لهم ترى ما شاء الله حتى هما يحالفهم الحظ ويشاركوا معنا ان شاء الله. ان شاء الله. يلا يلا قلنا السؤال، اسم ديال دوله، هذا لغز، اوله الف لام واخره الف لام والوسط ديالو ركن من اركان الاسلام، شنو هو لاله سميره؟ سهله، خمسه د الاركان الاسلام معروفين. وي الا حاولتي تركزي يلا غنحسب لك على خمسه. سميره خمسه اربعه راني كنعاود. يلا ثلاثه جوج. على الصومال، الصوم الصوم الصومال. اذا الجواب اش؟ الصوم الصومال. الصومال جواب صحيح. يلا نحاولوا ما نتعطلوش على سميره باش نعطيو فرصه للاخرين. تبقاي في الغاز ولا تبدلي؟ نبدل. مرحبا، بقات لك الرياضه وتقلديني جوج المراحل اللي بقاو لي. نقلدك الرياضه ما نعرفش ليها. واخا نعطيك شي مستعصيه لسانيه باش تقلديني. انا نحاول نعطيك سهله. الله يجازيك بالخير. واخا انا نعطيك وحده سهله صافي. نعم يلا واخا. يلا يا لاله سميره غتقولي لي سيمانه حمام سيمانه سينما. سيمانه الحمام وسيمانه التحميمه. لا سيمانه حمام وسيمانه سينما. سيمانه حمام وسيمانه سينما. سينما فوالا، ثلاثه المرات بالزربه يلا. سيمانه حمام وسيمانه سينما. سيمانه حمام وسيمانه سينما. سيمانه حمام وسيمانه سينما. سيمانه حمام سيمانه سينما. 80 نقطه، برافو ليك. يلا دابا سالينا، بقات لك دابا الرياضه. هي اللي بقات لك. هي اللي بقات لنا. هي اللي بقات لك، دزتي جميع المراحل. سهلة خويا الله يجزيك الخير. واخا نشوف لك شي سؤال يكون سهل سميرة. واخا الله الله لا يحاشمنا. أيه يلا سميرة، هذا سؤال على فريق الرجاء البيضاوي ياك؟ بغيت نعطيك احتمالات، نعطيك احتمالات. شحال من مرة فاز فريق الرجاء البيضاوي بالبطولة الوطنية؟ شحال من مرة متتالية؟ يعني المر العام الاول الثاني الثالث، شحال من مره، شحال من سنه متتاليه؟ جوج مرات. لا اكثر. انا نعطيك اختيارات، يبقى عندك الحق في جواب واحد. عطاني اختيارات. انا نعطيك اختيارات لكن كيبقى عندك الحق في جواب واحد ونتمنى يحالفك الحظ. عندي حق نجاوب مره واحده. مره واحده الا عطيتك اختيارات. وخلي دابا انت قلتي جوج مرات ماشي جوج مرات. يلا عطينا جواب اخر. خمسه. ماشي خمسة. دابا عندك الحق بجواب واحد لأن جاوبتي جوج مرات خطأ، دونك بقى لك هو جواب نهائي. خليني يلا ما بغيتش نضيع المراحل كلها. يلا أيه. يلا خذ مهلة قصيرة. تحية كبيرة اللي معنا في اللايف، شكرا لكم بزاف انتوما اللي. الله دابا يا الله. يلا جواب نهائي لاله سميرة. تعطيني اختيارات؟ لا دابا ما عندك الحق باختيارات، عطيتينا جوج ديال الأجوبة خاطئة. حيت كون عطيناك اختيارات غنعطيهم لك في الأول. دابا ملي عطيتينا يا الله يا الله ست مرات. ست مرات جواب نهائي. ست مرات. الله عافاك. ست مرات. من ربي ما يحاشمنيش يا ربي. وبرافو ليك، ستة ديال المرات 90 نقطة. صحيح؟ صحيح، جواب صحيح. شكرا. العفو، ماشي مشكل. من 1996 حتى 2002. يلا تبقي في الرياضة، دابا تبقي في الرياضة ولا تبدلي؟ لا نبدل. مرحبا، دابا عندك الحق تختاري دابا حيت سالينا جميع المراحل. وي. اشنو تختاري؟ الثقافة، الدين، الرياضة، الأمثال، الألغاز ولا تقلديني؟ دزنا بجميع المراحل، الثقافة عامة، أمثال شعبية، ألغاز، الدين والرياضة. نقولوا ثقافة عامة. ثقافة عامة، أهي نحاول نعطيك شي سؤال في الثقافة العامة. هذا سهل، الله يجازيك بالخير. الله يحفظك، أنا غنحاول نساعدك ما أمكن. يلا السؤال كيقول لاله سميرة. وي. ما هو الكوكب الذي يقارب الأرض في الحجم؟ كوكب قريب الأرض في الحجم ديالو
الا بغيتي نعطيك اختيارات نعطيك اختيارات، لكن كيبقى عندك الحق في جواب واحد. نعم. شنو نعطيك اختيارات؟ ما هو الكوكب الذي يقارب الارض في الحجم والكتله؟ في الحجم والكتله يعني هو اقرب حجما الى الارض، هو اكبر من الارض. انا كوكب. نعطيك اختيارات ولا تعطيني جواب؟ تنخاف تعطيني اختيارات ثم نعرف. لا نعطيك اختيارات. نقول زحل. ماشي زحل، باقي عندك الحق في جواب نهائي دابا. عطيني اختيارات. حيت عطيتينا جواب دابا لاله سامي. ما بقاليش. عطيتينا جواب، باقي عندك الحق في جواب واحد. باقي عندي حق في جواب واحد. أيه. قلتي زحل، ماشي زحل. ماشي زحل. أيه، كاينين الكواكب اللي معروفين، كاينين الكبار وكاينين الصغار، لكن السؤال ديالنا هو كوكب أقرب إلى الأرض في الحجم. يلا لاله سميرة، خمسة. أربعة. ثلاثة. جوج. قلتي زحل. ماشي زحل. مريخ. المريخ. وللأسف الجواب خطأ. أو لا لا. جواب آخر شوفوا يلا. المريخ. ماشي المريخ وماشي زحل. زين. والو. ماشي مشكلة، هما عطاونا أجوبة هنايا، هما عطاونا أجوبة صحيحة وأجوبة خاطئة، قالوا لنا المريخ لكن ماشي المريخ، اللي هو كوكب الزهرة، هو أقرب كوكب، أقرب الزهر. أقرب كوكب إلى الأرض حجما، ماشي في أقرب كوكب في المسافة. نعم. ماشي مشكلة لالة سميرة، 90 نقطة، تبارك الله، راكي وصلتي لمرتبة زوينة، يعني شكرا لك بزاف، وقدمي تحية ديالك لالة سميرة، قدمي تحية ديالك. كنشكرك وكنشكر كاع الناس المتابعين معنا. وي شحال كان خصي يكون نورمالمون في النقاط باش نقدر نربح؟ اللي حامل مشعل المسابقة 120 نقطة. الأخت مريم من كازا من الدار البيضاء، البارح شاركت معنا ووصلت 120 نقطة، أنت 90 نقطة، كنبقاو ليك تقريبا ثلاثة ديال الأسئلة أو أربعة ديال الأسئلة وتعادلي معها، ماشي مشكل، مازال إن شاء الله حلقات مقبلة ومرحبا بك لالة سميرة. إن شاء الله. يلا تحية كبيرة لك وشكرا لك بزاف. تحية لشوف تي في وتحية لكاع المتتابعين. بارك الله فيك. كنتمنى لهم أمسية سعيدة وشكرا. شكرا لك تاتيا، شكرا لك، تحية كبيرة لك. شكرا لك لالة سميرة، تحية كبيرة لك، أنت معنا أول مشاركة في حلقة هذا اليوم من مدينة القنيطرة، تحية كبيرة لك وشكرا لك. أنتم مشاهدينا شكرا لكم بزاف اللي معنا في اللايف، برافو، قالوا لنا الزهرة الزهرة الزهرة، جواب صحيح أيمن. شكون هذا؟ أشكش خديجة، برافو الزهرة. حسين الزهرة، جواب صحيح، تحية كبيرة لكم. شكرا لكم على التفاعل ديالكم مع برنامج رباح مع شوف تي في الزهره، بزاف اللي عطاونا اجوبه صحيحه. اذا حنا مشاهدينا مازالين معكم، نمشيو ناخذوا مكالمه اخرى دائما في برنامجكم رباح مع شوف تي في. الو، السلام عليكم. الو. الو، سمعكم. وعليكم السلام ورحمه الله، الاسم الكريم والمدينه. مصطفى من كازا. مرحبا اخويا مصطفى، لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله، الله يحفظك. اكيد دوزتي نهار السي مصطفى. اودي بخير، احنا غاديين وصافي. مالك اخويا مصطفى، مالك، اش مقلقك؟ اخويا البرد. ما يكون باس، خطفك البرد واقيلا ياك؟ الحمد لله. الحمد لله، فينا بلاصة في كازا اخويا مصطفى؟ فينا حي؟ فينا حي في كازا؟ ما سمعتش. فينا حي في كازا، الحي في كازا. الحي؟ اي. الألفة، الألفة. الولفة. تحية ليك وتحية لكل مشاهدينا بحي الولفة. الله يبارك فيك. الله يحفظك اخويا مصطفى، يلا مستعد المسابقة، نتوكلوا على الله. الحمد نتوكل على الله. مرحبا، يلا نعطيوك اختيارات، ثقافة عامة، الدين، الرياضة، الأمثال، الغاز، ولا تقلدني السي مصطفى؟ واخا رياضة. الرياضة، مرحبا وألف مرحبا، السؤال الأول دائما كيكون في المتناول، يلا السي مصطفى عندك مع الرياضة ولا شوية؟ عندك مع الرياضة ولا غير شوية؟ المهم عندنا كورة. شوية، يلا أعطيني خمسة الحراس في البطولة الوطنية. خمسة الحراس في البطولة الوطنية، خمسة الحراس ديال كرة القدم. كاين ديال وداد تاكناوتي. تاكناوتي، زيد واحد. وزنيتي. زنيتي جوج ديال الرجاء. ديال الرجاء. زيد. والاخر. الاخر شكون هو؟ هذاك. شكون ديال طنجة؟ نسيتهم. مشاويك. أنا راه متبع هذيك الشيء البطولة كنت كنساهم. يلا زيد. الى ما عرفتيش مشيو لسؤال اخر.
خمسه نمشيو لسؤال اخر الا ما عرفتيهمش. بقاو لك ثلاثه باقي لي ثلاثه. اييه الا ما عرفتيهمش نمشيو لسؤال اخر. عندك الحق تخطا في هذا السؤال. تحيه لسي زكريا اللي كيتبع معنا اللايف. سعيده طه شكرا لكم بزاف. وسيله سعيده قلت لك غير كنحيي الناس اللي معنا في اللايف. قلت لك الا ما عرفتيش الحراس نمشيو لسؤال اخر. ماذا نذكرش بلاش بلاش نسيت انا. يلا قلنا تاقناوتي قلنا الزنيتي هذيك ديال بركان المحمدي. اييه اييه منير المحمدي ثلاثة. واللي كان اللي كان قديم ديال الوداد زهير العروبي بلاتي. زهير العروبي ما بقاش دابا لاعب العروبي. ما كان كاين في شي فرقة دابا في البطولة الوطنية. مع من كاين هو؟ شكون هو؟ زهير العروبي. المهم كان مع الوداد. اييه كان ديجا مع الوداد وي حارس متألق ماشي مشكل. يلا ها هو ربعه. يلا بقى لك واحد. يلا عطينا واحد. واحد اييه الحواصلي ديال سميتو. الحواصلي ديال الفتح. ديال الفتح لا ولا ديال الجيش. ديال الجيش ولا ديال الفتح. باقي واحد. لا صافي خمسه. هو الحواصلي ياسين الحواصلي والاخ ديالو. كاينين جوج الحراس. كاين جوج الحراس ياسين الحواصلي والاخ ديالو مع شي حاجه الحواصلي حتى هو. كان في الفتح. كان في الفتح الرباطي. اييه يلا هاي 10 ديال النقاط. واحد كان في الفتح وواحد كان في الجيش. دونك دابا واحد واقيلا مع الحسيمه وواحد كنظن مازال مع الفتح. يلا هاي 10 ديال النقاط. تبقى في الرياضه ولا تبدل اخويا مصطفى؟ نبقى في الرياضه. مرحبا. يلا دابا غنعطيك سؤال في الرياضه صافي. غنعطيك سؤال في الرياضه واخا. من هو السؤال كيقول من هو الفريق الفائز بكاس العالم للانديه لكره القدم سنه 2015؟ 2015. اييه نعطيك اختيارات كيبقى عندك الحق في جواب واحد. اعطيني اختيارات. مرحبا. من هو الفريق الفائز بكاس العالم الانديه لكره القدم سنه 2015؟ غادي نقول لك اختيار الاول برشلونه، اختيار الثاني اتلتيكو مدريد، اختيار الثالث ريال مدريد. برشلونه اتلتيكو مدريد ريال مدريد. اتلتيكو مدريد ريال مدريد ولا برشلونه. يلا جواب ركز واعطينا جواب نهائي. تحيه كبيره اللي معنا في اللايف شكرا لكم بزاف. الحواصلي في اكادير. برافو ليك اخويا شكرا ليك. واحد في خريبكا. حسنيات اكادير. بلاتي الفينال ديال سميتو. ديال من؟ اللي وصلوا مع الجابون هذيك كاشيما اولتينرز مع سني سميتو هذيك. على اي؟ يلا دابا الريال. الريال الريال اللي فاز في 2015. الريال اللي فازت بكاس العالم للانديه 2015. ما متاكدش. ما متاكد الصراحه والله. يلا واعطيني جواب نهائي. انا عطيتك اختيارات ريال مدريد اتلتيكو مدريد ولا برشلونه. صافي انا نقول برشلونه ديريها ليها. جواب نهائي. جواب نهائي. هو يا سيدي جوابك صحيح مالك مخلوع. برشلونه هو اللي فاز بكاس العالم للانديه 2015. اما الريال فازت به في 2014 و2016 وكنظن 2017 فاز به جوج مرات متتاليه 2016 و2017 جو بونس. ماشي مشكل. يلا ها هما 20 نقطه سي مصطفى. تبقى في الرياضه ولا تبدل؟ نبقاو في الرياضه. مرحبا. يلا نبقاو في كاس العالم الانديه. مرحبا. السؤال كيقول من هو اول فريق فاز بكاس العالم الانديه؟ اول فريق فاز به يعني اول مره. اول فريق فاز بكاس العالم الانديه. ايوا وكان 1960. نعم 1960. يلا ما كاينش اختيارات. ما كاينينش اختيارات. ما كاينش اختيارات. انا حاولت غير نساعدك في الجواب. 1960 شكون اللي فاز؟ هذه كانت اول نسخه. اول نسخه. اول نسخة. يلا خمسه اربعه ثلاثه جوج واحد. سي مصطفى الجواب. نقول الريال. الجواب نهائي. واش متاكد ولا ما متاكدش؟ نقول الريال. ما جواب نهائي. ضربه حظ. ضربه حظ وصافي. شنو ضربه حظ زعما؟ قلت لك ضربه حظ زعما. الريال ياك. جواب نهائي. جواب نهائي. جواب نهائي وجواب صحيح. الله برافو ليك. ياك ما كنقولش من اللايف العفريت. احنا كنت نقول من اللايف ها هما عطاونا ريال مدريد. ريال مدريد بزاف اللي عطانا قالوا لينا ريال مدريد. برافو ليك. برافو ليكم انتم اللي معنا في اللايف وكتعطيونا دي كومونتير شكرا لكم بزاف. يلا دابا سالينا الرياضه شنو تختار؟ ثقافه الدين امثال الغاز ولا تقلدني؟
ما بقاش في الرياضة. لا بقي عندك الحق ثلاثة الأسئلة دزناهم. اه يلا شنو تختار دابا، الثقافة ولا الدين ولا الأمثال الشعبية ولا الألغاز ولا تقلدني؟ يلا سي مصطفى. شنو كاين عاودي شنو كاين؟ الثقافة العامة، أسئلة دينية، أمثال شعبية، ألغاز ولا تقلدني؟ تقلدني كنعطيك شي جملة ولا شي كلمة وتعاودها بالزربة ثلاثة المرات. قولوا الألغاز. نمشيو الألغاز، مرحبا. يلا نعطيوك شي لغز يكون في المتناول وديها السي مصطفى صافي. الله يحفظك. مرحبا. يلا اللغز كيقولها سي مصطفى، حاول تركز معايا صافي. واخا. يلا ركز. إمام ديال المسجد كان كيصلي العصر ياك؟ أه؟ من وراه ربعة ديال الصفوفة كيصليو، من وراه ربعة الصفوفة. الصف الأول حافظ القرآن لكن كيحشم ما كيدويش. الصف الأول حافظ القرآن غير هما تيحشمو ما يقدوش. هاني جايك. الصف الأول قلنا حافظ القرآن كيحشمو. الصف الثاني حافظ نصف القرآن لكن ما مركزينش. والصف الثالث كذلك حافظ نصف القرآن حتى هما ما مركزينش. والصف الرابع حافظين ربع القرآن لكن هما عميين. يلا ودابا هنا في نظرك انت الإمام خطأ، شكون اللي غادي يصحح ليه؟ واش الصف شكون غادي يصحح الإمام؟ واش الصف الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ شكون غادي يصحح ليه؟ كيصحح ليه واحد لا؟ أي هذوك الصفوفة أين هو في الصف اللي غادي يصحح ليه؟ إمام ديال المسجد كيصلي صلاة العصر ومن وراه ربعة ديال الصفوفة. الصف الأول قلنا حافظ القرآن لكن تيحشم. الصف الثاني حافظ نصف القرآن وما مركزش. الصف الثالث هو ما مركزش. والصف الرابع حافظين القرآن ولكن عميين. شكون اللي غادي يصحح في نظرك للإمام؟ يلا تحية كبيرة اللي معنا في اللايف، شكرا لكم. تحية كبيرة اللي معنا في اللايف، شكرا لكم انتم اللي معنا في اللايف وكتعطيونا دي كومونتير، برافو ليك. كل اللي معنا في اللايف، بلال، يوسف، شكون اخر، وسيلة قالت لنا هذا مسلسل. هذا مسلسل ماشي لغز. ابراهيم ربعة ديال الصفوفة. يلا شكون اللي غادي في نظرك مصطفى اللي غادي يصحح الإمام؟ من خطأ في القراءة شكون اللي غادي يصحح ليه؟ بلاتي صلاة العصر كتقرا جهرا. ما نعرف دابا هذا اللغز، عطينا الجواب وصافي. حتى واحد ما غايجاوبو حيت أصلا. أصلا أش؟ حتى واحد. أصلا أش؟ أصلا علاش؟ وحيت أصلا الإمام ما كيقراش، ما سرا هي أصلا سرية. فوالا صلاة العصر سرا، ماشي إمام ما كيقراش، راه كيقرا ولكن في السر. حيت داك الشيء فاش حرت انت عطيتيني، يعني انت كتسنى مني ضروري خصني نعطيك شي. اعطيني جواب، غتقول لي صلاة العصر تصلى سرا. يعني ما كيسمعوش الامام شنو تيقرا. هذا هو، هذا هو الجواب. شكرا اللي معنا في اللايف، هما قالوا لنا العصر سرا، برافو لكم. تحيه كبيره لكم. خديجه مساء النور، مساء الورد، مساء الخير. يلا تبقى في الالغاز ولا تبدل؟ تبقى في الالغاز ولا تبدل؟ عطيني هذيك الكاتيجوري اللي كاينين. هي دزنا، دزنا الرياضه ودزنا الالغاز، باقي لك الثقافه عامه، الدين، امثال شعبيه ولا تقلدني؟ صافي انا نقلدك. تقلدني صافي، ما تخافش من تقلدني. ما تخافش منا. ونحاول. يلا حاول واخا. يلا انا نحاول نعطيك شي وحده تكون سهله صافي. يلا واخا. غتقول لي بالزربه ثلاثه ديال المرات السي مصطفى، شلخه، خبشات، حنكمش. شناهي؟ شلخه، خبشات، حنكمش. عاودها. شلخه، ها تسمع، شلخه، خبشات، حنكمش. انا عاودتها لك اربع المرات، شلخه، خبشات، حنكمش. شلخه، خبشات، حنكمش. شلحه، ماشي شلحه، وشلخه. شلخه، خبشات، حنكمش. شلخات، خبشات، خشخوش. مصطفى اسمع مزيان، شلخه، خبشات، حنكمش. راه صحابك تيضحكوا عليك. شلخه، شلخه، ماشي شلحه، واش شلخه ودي. شلخه زعما شي طرف. حنكمش. اي شلخه، خبشات، حنكمش. عاودها. شلحه، خبشات، ماشي شلحه. خويا مصطفى
ماشي مشكل، ما عرفتيش تقلدني ماشي مشكل، شكرا لك على المشاركه. سهله، شلخه خبشات حنك مش. شلخه خبشات حنك مش. اييه شلخه خبشات حنك مش. زيد ثلاثه مرات بالزربه. شلحه خبشات حنك مش. ماشي شلحه اخويا مصطفى الله يرضي عليك. ماشي مشكل، شكرا لك على المشاركه، قدم تحيه ديالك اخويا مصطفى. صافي اخر مره. صافي خطأتي. لا خطأتي ثلاثه المرات. خطأتي ثلاثه المرات اخويا مصطفى. صافي ماشي. يلا شكرا لك، تحيه كبيره لك. شكرا لك سي مصطفى، كبير تحيه كبيره لك، كنتي معنا مشارك ثاني مشارك في حلقه اليوم من مدينه الدار البيضاء وبالضبط من الولفه، تحيه كبيره لك وتحيه لكل مشاهدينا بحي الولفه، تحيه اللي معنا في اللايف شكرا لكم بزاف. بديعه تضحك، تحيه كبيره لك، تحيه الوسيله شكرا لك. قلدني غادي تصيفطيه ولا ما عرفتش قالت لنا وسيله، تحيه كبيره لك انتم اللي معنا في اللايف وكتعطيونا دي كومونتير، نمشيو ناخذ مكالمه اخرى. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا ومرحبا، الاسم الكريم؟ محمد. مرحبا خويا محمد، مين مدينه سي محمد؟ الرباط. تحيه ليك وتحيه للناس ديال الرباط. شكرا. الله يحفظك اودي سي محمد، كي دوزتي نهارك بخير؟ الحمد لله مع الدنيا وصافي. اي والله يسخر الامور، الله يسر الامور اودي سي محمد، مستعد للمسابقه ان شاء الله؟ مستعد الدين. تسخينه تواجده؟ اه. تسخينه تواجده، مسخن عظيم مزيان. غادي. يلا نتوكلوا على الله، نعطيوك اختيارات، ثقافة عامة ولا الدين ولا الرياضة ولا الألغاز ولا الأمثال الشعبية ولا تقلدني يا خويا محمد. الرياضة. نمشيو للرياضة، مرحبا. يلا السؤال الأول دائما كيكون سهل. يلا أعطيني خمسة ديال الملاعب المغربية ديال كرة القدم، هذا سهل. ملاعب. هي خمسة ملاعب ديال كرة القدم معروفين. مركب محمد الخامس. محمد الخامس، دار بيضاء واحد، زيد. مولاي عبد الله. مولاي عبد الله الرباط جوج. أدرار. أدرار أكادير ثلاثة. ابن بطوطة. ابن بطوطة طنجة أربعة. زيد بقى لك واحد. يلا. أو للأسف انقطع الخط بيننا وبين السي محمد من الرباط، ونقولوا مثلا العبدي ولا ثانية الرمل بتطوان، العبدي بجديدة ولا الحاج الغضف بالعيون، طلع الملاعب المغربية ديال كرة القدم معروفين. يلا نمشيو ناخذوا مكالمة أخرى ما نخليوهاش تسنى. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، الاسم الكريم والمدينة؟ الدرداري طارق، كي داير سيدي مزيان؟ الله يبارك فيك اخويا طارق، أنت بخير؟ ودخلت دابا ديال الفيس وأنا كنشوف ديال المباشر وبغيت نشارك معكم. مرحبا وألف مرحبا اخويا طارق، مين مدينة سي طارق؟ دابا حاليا في الفنيدق. في الفنيدق، وأنت مين مدينة؟ وزان. وزان، بحال وزان بحال الفنيدق، تحية كبيرة لك وتحية للناس ديال الفنيدق والناس ديال وزان. شكرا الله يرحمه. الله يبارك فيك اخويا طارق، كي دوزتي النهار مزيان الحمد لله. الحمد لله صافا الله. مدخن ياك اخي. مدخن الله يرحمه. مدخن. قول لي اخويا طارق شنو كدير في الحياة؟ واش غنقول لك كنبغي كلش. لا شنو كدير زعما شنو تتخدم؟ العمل، طبيعة العمل. البيع والشراء. البيع والشراء، التجارة، ونتمنى لك التوفيق سي طارق. يلا مستعد للمسابقة؟ على بركة الله. على بركة الله، نعطيوك اختيارات اخويا طارق، عندنا الثقافة عامة، الدين، الرياضة، الأمثال، الألغاز، ولا تقلدني ستة المراحل باش بغيتي تبدا خويا مصطفى، خويا طارق عفوا. كاين الألغاز زيد. كاين الثقافة عامة، الدين، الرياضة، الأمثال الشعبية، والألغاز، ولا قلدني، تقلدني نعطيك شي جملة ولا شي كلمة وأنت تعاودها بالزربة. الألغاز. مشيو للألغاز، مرحبا، يلا نحاول نعطيك شي لغز يكون في المتناول. وعندك الحق تخطا في اللغز الاول صافي اللغز الاول. اييه انا نعطيك واحد السر ياك. نعم. يلا ولا عرفتي الا عرفتي السر ديال واحد العمليه حسابيه نعتبروها اجابه صحيحه صافي. نعم. ما عرفتيهاش نمشيو لمرحله اخرى صافي. عاود عاود لي ما سمعتكش مزيان. قلت لك غنعطيك واحد العمليه حسابيه والا عرفتي السر ديال العمليه الحسابيه غنقيدو لك 10 نقاط. نعم. يلا يلا نوي شي رقم في خاطرك ما تقولوش ليا. واخ. نويتيه؟ صافي. ما تقولوش ليا. واخ. صافي؟ يلا دوبل هذاك الرقم اللي نويتيه دوبلو. نعم ما كنسمعكش مزيان. أنا كنسمعك مزيان أخي طارق. يلا سير على بركة الله. دويت نويتي رقم في الأول؟ طارق؟ نعم. عندك شي مشكل في الهاتف أخويا طارق، أنا كنسمعك مزيان. وصافي إيه ده أنا ما كنسمعكش مزيان. داير الكيت، داير الكيت ولا شي حاجة؟ صافي امشي على الله. دير الكيت ولا حيد الكيت الا كنتي دايرو؟ انا عندي التليفون. ما دايرش الكيت.
لا يلا ما ديرش اللايف. لا صافي يلا دابا كتسمعني مزيان؟ صافي اوكي سير. يلا نوي شي رقم في خاطرك اخويا طارق. واه نويتي؟ ما سمعتكش مزيان؟ خويا طارق معنا قد الوضعيه ديالك وعاود تواصل معنا مرحبا بك. واخا الله يرحم والديك. يلا شكرا لك اخويا طارق تحيه كبيره لك. انا كنسمعك مزيان كيقول لي كنسمعني شويه كيقول لي ما سمعتكش شي. على اي تحيه كبيره لك السي طارق. خديجه نوات 15 يلا خديجه دوبلي هذيك 15. دابا قلتي لي العمليه لا ما تقوليش لي الرقم لا نوي شي رقم في خاطرك. انا نقول لكم انتوا اللي معنا في اللايف نويو شي رقم في خاطركم انتوما كلكم كل واحد ينوي رقم ديالو ما يقولوش ليا ما يكتبوش اه ويدوبل داك الرقم يلا ويزيد عليه يزيد عليه 20 في الحساب كلشي نوى رقم دوبلو زيد عليه 20 قسم كلشي على جوج قسم كلشي على جوج قسمتيهم حيد العدد اللي نويتي في الاول ونقول لكم شحال بقات لكم في العمليه الحسابيه يلا حتى ديروا هذه العمليه ونقول لكم شحال بقات لكم يلا حنا في انتظار مكالمه دائما على الرقم 06 61 93 85 35. مرحبا والف مرحبا بتواصلكم شكرا لكم بزاف تحيه كبيره لكم. نمشيو ناخذوا مكالمه ما نخليوهاش تستنى. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم والمدينه؟ نبيله. مرحبا لالا نبيله. مين مدينه لالا نبيله؟ الرباط. تحيه لك وتحيه للناس ديال الرباط لالا نبيله. الله يبارك فيك اسيدي. الله يحفظك. فينا حي في الرباط لالا نبيله؟ حي يعقوب منصور. حي يعقوب المنصور تحيه ليك وتحيه لكل مشاهدينا بحي يعقوب المنصور. الله يبارك والناس ديال الرباط كاملين اودي لالا نبيله. يلا مستعده للمسابقه؟ اها مرحبا. نعطيوك اختيارات ثقافه عامه ولا الدين ولا الرياضه ولا الامثال الشعبيه ولا الالغاز ولا تقليديني. سته المراحل لالا نبيله باش بغيتي نبداو. نديرو امثال شعبيه. مرحبا اللي بغيتي نعطيك اختيارات سته ثقافه الدين الرياضه الامثال الالغاز ولا تقليديني. تختاري الامثال؟ واخا اللي بغيتي صافي نبداو بامثال؟ نبداو بامثال. يلا هو عندك الحق تخطئي في السؤال الاول دابا اختاريتي الامثال عندك الحق تخطئي في الاول صافي؟ صافي صافي مرحبا يلا انا نحاول نعطيك شي مثل شعبي يكون سهل. يلا المثل الشعبي كيقول لالا نبيله كون سحاب هات كتاب. ما سمعتش مزيان كون؟ كون سحاب هات كتاب. كون سحاب هات كتاب كون سحاب هات كتاب اش غندير؟ تحيه اللي معنا في اللايف شكرا لكم بزاف انتم اللي معنا في اللايف وكتعطيونا دي كومونتير. يلا لا قديتوا العمليه نعطيكم شحال بقى لكم في الحساب. لالا نبيله ما عرفتش هاد كون سحاب هات كتاب. كون سحاب هات كتاب ما نفوت الباب. ما نفوت الباب. شتي الامثال الشعبيه شحال زوينين. يلا تبقاي في الامثال ولا تبدلي؟ لا بدل جاوك صعاب. صعاب جاوك صعاب واخا نعطيك شي مثال اخر غير في اطار الضحك صافي؟ واخا يلا كيقول لك اللي بغى الزين يصبر القريص النحل. لا ماشي هذيك هذيك كيقول لك اللي بغى العسل يصبر القريص النحل. قريص الودنين. اللي بغى الزين يصبر القريص الودنين. لا يصبر الثقيب الودنين. يلا ماشي مشكل مشيو شنو تختاري؟ باقي لك ثقافات الدين الرياضه الامثال امثال هو دزناهم الغاز ولا تقليديني؟ ثقافه. مشيو الثقافه العامه مرحبا. يلا نتمنى لك التوفيق لالا نبيله. يلا نبيله اعطيني خمسه ديال المدن مغربيه ياك مراك بلاتي يكون فيهم حرف الباء بحال الرباط. الرباط واحد بطانة. نعم بطانة. بطانة فين كاينة حي هذا ولا مدينة؟ برشيد دير برشيد. برشيد جوج. بوسكورة. بوسكورة ثلاثة. برنو لا هذاك حي. برنوسي كاينة في الدار بيضاء. يلا بني ملال. بني ملال. زيد يلا نمشيو للصحراء شي شوية ولا نمشيو طلع المدن المغربية اللي فيهم حرف الباء. يلا نبيله بوجدور. بوجدور برافو ليك ها هما 10 ديال النقاط. يلا تبقاي في ثقافه عامه ولا تبدلي؟ لا نبقى في ثقافه عامه. مرحبا يلا نحاول نعطيك شي سؤال في الثقافه العامه. عندك شويه مع الابراج لالا نبيله؟
لا ماشي بزاف. الا عطيتيني خمسة ديال الاسماء ديال الابراج نقيد لك 10 النقاط. الابراج اييه. تي اش من برج انت يا لاله نبيله؟ انا اش من برج؟ اها انا اش من شهر؟ اش من شهر زيد؟ اش من شهر؟ من شهر ما ما عرفتيش. نوفمبر دونك العقرب. العقرب كنظن. الا كنتي من 24، الا كنتي من 24 اكتوبر يعني شهر 10 حتى 22 نوفمبر دونك العقرب. العقرب العقرب. الا كنتي قبل من 22 غنكون الميزان. لا الميزان كيفاش الميزان؟ حيتاش اللي قبل من العقرب هي الميزان. لا اللي الميزان فوالا. الميزان الميزان من 24 شهر 9 حتى 23 شهر 10. ولا انا 27 شهر 11. 27 11 دونك. لا 27 11 دونك انت برج القوس. لا برج القوس 27 11 هو حتى 22 ماشي مشكل. يلا اعطيني خمسه ديال الابراج، خمسه تسميات. نعم بدا نقولوا القوس. العذراء جوج. سرطان ثلاثة. الدلو. الدلو ربعة. وفين داك الأسد. والأسد زيد. والحمل. والحمل زيد. والثور. والثور زيد. والحوت. والميزان. والميزان والميزان والجدي وكلهم قلناهم كلهم لنا نبيلة. يلا هي 20 نقطة. تبقاي في ثقافة عامة ولا تبدلي؟ لا يبقى في ثقافة عامة. مرحبا جاتك سهلة. يلا دابا نعطيك سؤال. يلا السؤال كيقول في الثقافة العامة لنا النبيلة، كم من دقيقة يستغرق ضوء الشمس للوصول إلى الأرض؟ كم من دقيقة يستغرق ضوء الشمس للوصول إلى الأرض؟ يلا كاينش اختيارات؟ أنا بغيت نعطيك اختيارات. نعطيك اختيارات كيبقى عندك الحق في جواب واحد. نعطيك اختيارات؟ من الأحسن. هما بزاف ديال الناس عطاونا أجوبة، قال لنا الأسد، القوس، الدلو، الحوت، الجوزاء، الثور، هي الميزان. تحيه كبيره لكم بزاف بزاف نتوما اللي معنا في اللايف وكتعطيونا دي كومونتير. يلا قلتي نعطيك اختيارات ياك. قول لي واش باش يوصل النهار ولا باش يوصل الارض؟ لا كم من دقيقه، كم من دقيقه يستغرق ضوء الشمس للوصول الى الارض؟ بضع دقائق. قول لي الاختيارات. انا نعطيك اختيارات كيبقى عندك الحق في جواب واحد. واخا واخا مرحبا. يلا نقول لك حوالي خمس دقائق. أه. حوالي سبع دقائق. حوالي ثمان دقائق. خمس دقائق. خمسة. حوالي خمس دقائق. حوالي سبع دقائق. حوالي ثمان دقائق. يلا جواب نهائي. شحال؟ ثمان دقائق. جواب نهائي؟ كيفاش؟ نهائي. وجوابك صحيح، برافو ليك. إيوا لاباس. الحمد لله. يلا دابا دزنا ثقافة عامة، ثلاثة الأسئلة دزنا في الثقافة العامة ياك؟ يلا شنو تختاري؟ باقي باقي لك الدين والرياضة وأمثال شعبية جاوك صعاب والألغاز ولا تقلديني، باقي لك خمسة د المراحل. أشنو تختاري يا لالة نبيلة؟ أسئلة دينية، رياضية، ألغاز ولا تقلديني؟ شنو فنية؟ شنو الأولى؟ أسئلة دينية في الدين. دينية؟ أهي ولا في الرياضة ولا الألغاز ولا تقلديني؟ دير الرياضة. نمشيو للرياضة، مرحبا. يلا نعطيك شي سؤال في الرياضة. أنا نحاول نشوف لك شي سؤال يكون في المتناول، صافي؟ إن شاء الله. يلا. السؤال كيقول لالا نبيلة هذا سهل وكان غير هاد الأيامات هذه غير في شهر واحد. صافي؟ فين تنظم كأس آسيا 2019؟ فينا دولة تنظم كأس آسيا 2019؟ هذا سؤال سهل، هما مجموعة ديال الناس غادي يجاوبون عليه في اللايف لأنه سهل. يلا داز في شهر واحد. فين تنظم كأس آسيا 2019؟ يلا لالا نبيلة وما كاينش اختيارات. كأس آسيا أهي 2019 كان في شهر واحد. في الإمارات. في الإمارات جواب نهائي؟ متأكدة ولا والو؟ ما عرفت، يمكن الإمارات. وجواب نهائي. أش قلتي؟ ما عرفت لكن دير الإمارات. الإمارات جواب صحيح، ياك ما كتنقليش من اللايف. لا لا والله ما دايرهاش. يلاه ماشي مشكلة، هما عطاونا كلهم عطاونا الإمارات، الإمارات جواب صحيح.
شكون هذا قال لنا قطر؟ لا قطر هي اللي فازت به. الامارات، الامارات برافو، كل شيء عطانا الامارات، برافو لكم، تحيه كبيره لكم نتوما اللي معنا في اللايف وكتعطيونا دي كومونتير. يلا تبقاي في الرياضه ولا تبدلي؟ لا خليك في هذه الرياضه نشوفها. مرحبا واخا. يلا السؤال، نشوفوا لك شي سؤال يكون في المتناول. السؤال كيقول لاله نبيله، شحال من مره فاز فاز فريق الرجاء البيضاوي بالبطوله الوطنيه؟ شحال من مره توتال؟ شحال من مره، شحال من مره فاز فريق الرجاء البيضاوي بالبطوله الوطنيه؟ لا بغيتي نعطيك اختيارات، نعطيك اختيارات كيبقى عندك الحق بجواب واحد. مرحبا، شحال من مره فاز فريق الرجاء البيضاوي بالبطوله الوطنيه؟ غادي نقول لك 11 مره، 12 مره، 13 مره. 11 12 13، ركزي مزيان، حاولي تركزي وجاوبي مزيان. ها هما عطاونا اجوبه هنايا، كاين اجوبه خاطئه وكاين اجوبه صحيحه. تحيه كبيره لكم، شكرا لكم بزاف. رضا قال لنا 6 ديال المرات، 6 ديال المرات، 6 ديال المرات خدها متتاليه، لكن في المجموع واش 11 12 ولا 13؟ 11. حاولي تاكدي يا نبيله، 11 المره، 12 13. يلا جواب نهائي 11. متاكده ولا شويه؟ لا شويه ولكن غنقول جواب نهائي. يلا 50 نقطه، برافو ليك، 11 المره جواب صحيح. ايوا لاباس، ايوا لاباس. يلا باقي عندك الحق في سؤال واحد في الرياضه، تاخذيه ولا تبدلي المرحله؟ لا خليها السؤال الاخر في الرياضه. ياك في الرياضة؟ رياضة رياضة. مرحبا، يلا أنا نحاول نعطيك شي سؤال يكون في الرياضة. يلا السؤال كيقول لالا نبيلة، حاولي تركزي مزيان دابا صافي. يلا، شكون فاز بكأس السوبر الإفريقي 2018؟ الله الله، شنو من فاز؟ شكون هو الفريق اللي فاز بكأس السوبر الإفريقي سنة 2018؟ يعني غير السنة اللي فاتت. سوبر، كأس السوبر، السوبر الإفريقي، يعني كيلعبوا ليه غير جوج ديال الفرق اللي دا كأس عصبة الأبطال واللي دا كأس الكونفدرالية الإفريقية، اللي كيدي هاد الكيسان بجوج كيلعبوا ماتش واحد كيتسمى كأس السوبر، واللي فاز كيديه ماتش واحد فيه. بحال هاد العام هذا، إلا كنتي تبعتي لعبة الرجاء والترجي التونسي عاد هاد فهاد الأسبوع، وداتو الرجاء البيضاوي لعبوا ماتش واحد وفاز به الرجاء البيضاوي بجوج لواحد ودات الكأس ديال السوبر. كانوا لعبوا في قطر، الا كنتي تفرجتي في هذا الماتش، لعبوا نهار الجمعه ولا جو بونس الجمعه، لعبوا الجمعه. نعم سي سي لا قطر، ماشي مشكل. يلا شكون اللي فاز بكاس السوبر الافريقي 2018؟ هذا السؤال ما فيهش اختيارات. بغيتي نعطيك اختيارات؟ نعطيك اختيارات غير هو كيبقى عندك الحق في جواب واحد. واخا مرحبا. يلا السؤال كيقول شكون هو الفريق اللي فاز بكاس السوبر الافريقي سنه 2018؟ غادي نقولوا الترجي التونسي، الاهلي المصري، ولا الوداد البيضاوي. الترجي التونسي، الاهلي المصري، ولا الوداد البيضاوي، ثلاثه ديال الاختيارات، حاولي تركزي مزيان قبل ما تعطينا الجواب. يلا الترجي التونسي، الاهلي المصري، ولا الوداد البيضاوي، اشنو الجواب ديالك نبيله؟ يكون المصري. الاهلي المصري. جواب نهائي. وزقلتيها يا لاله نبيله. شكون شكون في نظرك بقى الترجي والوداد؟ شكون يكون التونسي؟ كيف لا قلت لك بقاو جوج الفرق، بقى الترجي والوداد، شكون في نظرك دابا؟ ماشي شكون الوداد، بغا يكون ترجي. ماشي ترجي، الوداد اللي فاز فيه يا لاله نبيله. مشيتي للتوانسه ومشيتي للمصريين وخليتي الوداد البيضاوي. وخليتي المغاربه. الوداد البيضاوي هو اللي فاز بيه في 2018 العام اللي فات. ماشي مشكل، يلا شكرا لك على المشاركه لاله نبيله، تحيه كبيره لك، قدمي تحيه ديالك. شكرا لك. الله يبارك فيك. بارك الله فيك، تحيتنا كبيره لك لاله نبيله، كنتي معنا من مدينه الرباط، شكرا لك على المشاركه ديالك. احنا مشاهدينا مازالين معكم دائما برنامجكم رباح مع شوف تي في مباشره من قناتكم شوف تي في، تحيه كبيره لكم. وللتذكير كاس السوبر الافريقي ديال 2018 فاز به فريق الوداد البيضاوي، وفي 2017 فاز به
ماميلودي سان داونز من جنوب افريقيا. تحيه كبيره لكم نتوما اللي معنا في اللايف وكتعطيونا دي كومونتير. يلا نمشيو ناخذ مكالمه اخرى. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا، شكون معنا الاسم؟ الو الو، كنسمعك اسيدي، الاسم والمدينه؟ مدينه مكناس. مرحبا، الاسم الكريم؟ نور الدين. مرحبا خويا نور الدين، لاباس عليك؟ الحمد لله، الله يحفظك بارك الله فيك. كي دوزتي نهارك مزيان؟ الحمد لله. كي داير الجو في مكناس؟ شويه طمال، ما بارد ما سخون، جو عادي، جو معتدل مزيان. يلا نمشيو للمسابقه خويا نور الدين. إلا كنتي داير الكيت حيدهم باش تسمعنا مزيان. واخا حيد الكيت باش تسمعنا بوضوح ونسمعوك بوضوح. كتسمعني دابا؟ اه كنسمعك. يلا نمشيو للمسابقة. صافي نور الدين؟ اه انا مستعد. يلا، ثقافة عامة الدين، نعطيك اختيارات، ثقافة عامة الدين، الرياضة، الأمثال، الغاز، ولا تقلدني يا خويا نور الدين؟ الدين. نمشيو للأسئلة الدينية. مرحبا، معك شي واحد ولا بوحدك؟ تعاون معاك وحدك. يلا تفرج فيك انا معك. مرحبا، تحيه كبيره لك وشكرا لك بزاف وبالصحه والراحه القهوه خويا نور الدين. الله يعطيك الصحه. راك في حمريه ولا فين جالس؟ لا في عين سلوقي. في عين سلوقي، تحيه في البساتين. في البساتين، في الخرجه ديال فاس اللي ياك على اليمن ياك ولا؟ يلا تحياتنا لكم بالصحه والراحه القهوه. يلا اعطيني خمسه ديال الاسماء ديال الانبياء والرسل. ياك ديال الاسماء ديال الانبياء والرسل. انا نعطيك الحرف يكون فيهم حرف السين بحال سيدنا. اي حرف السين بحال سيدنا زيد يوسف مثلا. ما سمعتكش. قلت لك غتعطيني خمسه ديال الاسماء ديال الانبياء والرسل يكون فيهم حرف السين بحال يوسف. بحال يوسف. يوسف واحد. اسماعيل. اسماعيل جوج. زيد اسحاق. اسحاق. اسحاق ثلاثه. يلا بقاو لك جوج. موسى عليه السلام. زيد ربعه بقى لك واحد. زيد سليمان. وسليمان برافو لك، ها هما خمسه، 10 ديال النقاط وعليهم الصلاه والسلام اجمعين. يلا تبقى في الدين ولا تبدل اخويا نور الدين؟ اللي بغيتي. لا اللي بغيتي انت، عندك الحق، عندك الحق في ثلاثه ديال الاسئله في كل مرحله. بغيتي تبقى في الدين تبقى، بغيتي تبدل بدل. ثقافة عامة. نمشيو للثقافة العامة. مرحبا، نعطيوك شي سؤال في الثقافة العامة. يلا نشوفوا شي سؤال في الثقافة العامة. يلا السؤال كيقول اخويا نور الدين. نعم. كم من مملكة عربية في العالم؟ كم من مملكة عربية في العالم؟ هي شحال من مملكة عربية في العالم؟ عربية. هي كم من مملكة؟ اختيارات لا؟ إلا بغيت نعطيك اختيارات كيبقى عندك الحق بجواب واحد. أي أنا عرفت. نعطيك اختيارات؟ ممكن. مرحبا، يلا، كم من مملكة عربية في العالم؟ غادي نقولوا أربعة ديال المملكات، خمسة ديال المملكات، ولا ستة ديال المملكات؟ حاول تركز قبل ما تعطينا الجواب. أربعة، خمسة، ولا ستة ديال المملكات عربية في العالم؟ تحية كبيرة اللي معنا في اللايف، شكرا لكم بزاف. تحية قالوا لنا يوسف سليمان إسحاق موسى، تحية كبيرة لك نهيدة. خمسة المملكات. شحال؟ خمسة. خمسة؟ خمسة ما نعرف، أنا متأكدش على أني كنظن خمسة. ضربة حظ زعما ياك؟ يلا نحسبوهم أنا وياك صافي؟ واخا. يلا قول لي، يلا نقولوا هاد الخمسة زيد. المملكة السعودية العربية. واحد. المملكة خلاص المغربية. جوج. يلا هما الاخرين ما عرفتهمش، قلت انا ما عرفتهمش بالضبط. ماشي مشكل، نقول خمسه. اي هو اخويا نور الدين للاسف الجواب خطا، هما كاينين غير اربعه، انا غنقولهم لك. اربعه. كاينين غير اربعه. كاينه المغرب، البحرين، السعوديه والاردن. الاردن. الاردن والبحرين والسعوديه والمغرب، هادو اربعه ديال المملكات العربيه في العالم كله. شكرا اخويا. العفو، يلا تحيه كبيره لك اخويا نور الدين، وقدم تحيه ديالك للعائله، الاهل والاحباب، الناس ديال الكنيسه. شكرا، مرحبا سلام. شكرا لك، تحيه لك. شكرا لك اخويا نور الدين، تحيه كبيره لك، وتحيه لكل مشاهدينا بمدينه مكناس العاصمه الاسماعيليه. شكرا لكم بزاف. قالوا لنا الاردن برافو. زيد عمان ماشي مملكه، عمان كنظن عندهم امير عمان.
او الجمهوريه عمان كنظن امير الاردن جواب صحيح. المغرب، السعوديه، سلطنه عمان، هذيك سلطنه عمان عندهم سلطان، هاي سلطنه عمان يعني السعوديه صحيح. اربع فوالا سعيده جواب صحيح، تحيه للرباب. شكرا لكم نتوما اللي كنتو معنا في اللايف، شكرا بزاف بزاف بزاف. هما عطاونا قال لنا مصطفى اربعة جوابك صحيح، الاردن، الاردن والمغرب والبحرين والسعوديه، اربعه ديال الدول عندهم حكم ملكي في العالم كله، اربعه دول عربيه، اردن، بحرين، مغرب، السعوديه. برافو لك خديجه، جوابك صحيح، تحيه كبيره لكم، شكرا لكم. بصراحه ما كنسخاش بكم، كيمر الوقت بسرعه، هذه 58 دقيقه قد مباشره من قناه شوف تي في وبرنامج رباح مع شوف تي في. وصلنا لنهايه حلقه هذا اليوم من برنامجكم اللي حامل مش عليه حد الان. مازال الاخت كازا، مازال الاخت مريم من كازا برصيد 120 نقطة. نتمنى لك التوفيق يا لالا مريم، إلا بقيتي أنت اللي حاملة المشعل حتى نهاية الأسبوع، دونك أنت اللي غادي تفوزي بالجائزة إن شاء الله. إذا مشاهدينا بصراحة ما سخيناش بكم، تحية كبيرة لكم، شكرا لكم أنتم اللي كنتم معنا في اللايف، تحية كبيرة 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 لكم من عند خوكم صلاح الدين فرحاتي أمام الكاميرا، وكذلك أسامة في الإخراج. وما نساوش البوغوس الغزال ديالنا خويا حمزة، تبارك الله عليك، حمزة السعيدي، تحية لخويا حمزة اللي كيتعاون معنا في البرنامج، شكرا لك بزاف أخويا حمزة. إذا بصراحة ما سخيناش بكم مشاهدينا، نتلاقاو غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم رباح مع شوف تي في. أسامة كيقول كيبلغ لكم السلام بزاف، قال لكم راه كيسلم عليكم بزاف بزاف بزاف. إذا مشاهدينا ما سخيناش بكم، نتلاقاو غدا إن شاء الله دائما في حلقة جديدة من برنامجكم رباح مع شوف تي في. من هنا لغدا غنقول لكم السلام عليكم، باي باي.